ها؟ نقول من جموع الكثرة فعل يجمع عليه، يجمع عليه ما كان على أفعل أو فعلاء، وهما وصفان متقابلان، أو أن أحدهما منفرد لمانع في الخلقة. في مثال المتقابلين تقول في جميع حمراء حمر، وفي أحمر حمر، وفي أسود سود، وفي سوداء سود، وتقول في جمع آدر وهو وصف خاص بالذكور تقول أدر، وفي جمع رتقاء وهو وصف خاص بالإناث رتق. فأنا قوله فعل لنحو أحمر وحمراء. نعم فعل قال جمع لم يضطرد، لم يضطرد في شيء، ولكنه نقل في بعض صناعة بعض الأزال كصبي وصبية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وذنى، ذنى بذاء مكسورة فنون فألف مكسورة، وهو الثاني في السيادة، يقال ذنى ويقال في جمعه ذنية. قال بعضهم فصبية وشيخة وفتية وغزلة وغلمة وذنية سمع في هذه، هذا أقوله وهو من جمع القلة، فعل من جمع القلة نقي. تفضل. نعم يقول أنه مرتبط بعبد القادر إذا ما كان إيه فقط أنت جاء أنت فقط في الأخ أنا وشخص نعم اتكيت على ما بداري عدد إيه حياكم الله حياكم الله. نعم رفوعه للاسم الرباعي بمد، قال من جموع الكثرة فعل وهو لكل اسم رباعي قبل آخره مد على أن يكون صحيح اللام وغير مضاعف، وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد جملة إعلالا فقد صفة للام فقد اللام الإعلال. مثال ذلك سرير وسرر وعمود وعمد وعنان وعنن، فإن كان مضاعفا وكانت المدة واوا أو ياء لا يختلف الحال، نحو ذلول وذلل وسرير وسرر، وإن كانت المدة ألفا وهو مضاعف فيقل جمعه على هذا الجمع، وسيام ذلك عنان وعنن وحجاد وحجد. بعكس قنطار وفيل وسور وعصفور، لأن أي منها ليس رباعيا، وكذلك إذا كانت اللام معتلة لا يجب على جمع، نحو قباء وأقبية سبق قباء وأقبية وكساء وأكسية. أنا قوله وفعل، وأخل ابن مالك رحمه الله تعالى بفعول وصفا بمعنى فاعل يجمع على جمع، تقول صبور وصبر وصدوق وصدق، وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام على لم فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، فإذا ضعف الألف غالبا لا يجمع على جمع. ما بعده وفعل الجمع جمع لفعلة الألف من جموع الكثرة فعل يجمع عليه فعل كغرفة وغرف وتخمة وتخم وصورة وصور وصور ودمية ودمن، كنت أريد أن أمثل بمعتل الله دمية ودمن. وكذلك قال يجمع عليه يجمع عليه فعولة اسما كجمعة وجمع، وفعل وفعل جمعا لفعلة عرف ونحن الكبرى، كذلك نحو كبرى تقول كبرى وكبر وصغرى وصغر ودنيا ودنا وقصيا وقصى.
قد يجيء جمع على فعل. ولفعلة فعل، لا ولفعل، قال من جموع كثر فعل، وهو لفعله نحو لحية ولحن ومريا ومرم وقربة وقرب. وقد يجيء جمعه على فعل، قالوا فعل وفعل يتعاوران، يقع كل منهم وقع الآخر، تقول لحية ولحن وصورة وصور وحلية وحلن يتعاوران. فنقول وقد يجيء جمعه على، وتقول قوة وقوة وقياس، وتقول قوة فعلي. في نحو رام ذو اضطراد فعلة، رام وصف لمذكر عاقل معتل اللام يجمع على فعلة كقاض وقضاة ورام ورماة وغاز وغزاة. خرج نحو ضارب، صحيح اللام، خرج نحو واد ليس وصفا، واد اسم، خرج نحو ضار معتل ولكنه وصف لغير عاقل. أنا أقول في نحو رام يطراد فعله، وهو من جميع الكثرة رام. وشاع نحو كامل وكمله، كمله قالوا سمع في وصف، في وصف صحيح اللام اعتلت عينه أو فاؤه ولم تعتل، نحو سفير وسفر، سفير وسفر، أو اعتلت فاؤه نحو وارث وورث، أو اعتلت عينه نحو خائن وخون وبار وبرر. فنقول وشاع نحو كامل وكمل من جموع الكثرة فعل. نعم فعلا، قالوا جمع لوصف دال على توجع أو تشتت أو هلك، فعل وصف كقتيل، فعيل معناه مفعول، قتيل وجريح، قتلى وجرحى وزمن وزمنى وميت وموتى وهالك وهلكى. فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم اقرأ. لفعل اسم صح لام فعله، لفعل اسم صح لام فعله، فعله من جموع الكثرة، وهي لفعل اسما صحيح اللام، نحو كوز وكوز ودب ودر. نص مرة أخرى، لفعل اسما صح لاما، لفعل اسما صح لاما، بعكس عضو، عضو اسم على فعل ولكنه معتل اللام، لفعل اسما صح لاما فعل. والوضع وكذلك خرج الوصف نحو حلو، حلو يصل اسم صح لنا. والوضع في فعل قالوا غرد وغرده وقرد وقرده. والوضع في فعل وفعل قلله بعكس الصفة منهم، لا يجمع حلو وجلف وضخم على الجمع. كذلك المعتل اللام كعضو ونحي، عضو ونحي. نعم وفعل لفاعل وفاعلة، من جموع كثر فعل، وهو لوصف على فاعل كعاذل وعذل، وعاذلة وعذل، وصفان متقابلان. وفعل لفاعل وفاعلة وصفين، نحو عاذل وعاذلة. ومنه الفعال تقول عذال، عذل وعذال، وعاذل وعذال. نعم ومن الفعال في المذكر فقط، الفعال المذكر فقط، وذان وهما فعل وفعال في المعل لا من ندر، سمع غزا او كان غزا، لو كان عندنا ماتوا، وذان في المعل لا من ندر، وسمع غزاء وسمع نفاس في المؤنث. نعم فعال وفعالة فعال لهما، قال من جموع الكثرة فعال، وهو كثير جدا يطرد في اوزان كثيرة جدا، فعل وفعل وأطلق، فيجمع على فعال
فعل وفعل اسمان او وصفان. تقول كعب وكعاب وخدلة وخدال، امرأة ممتلئة خدلة وخدال، وضيعة وضياع على قليل، وضيف وضياف. وهذا قوله ولان في المعلي وقل فيما عينه هليا منهما، وهو ضيف وضياف وضيع وضياء. نعم. وتقول كذلك ضخم وضخام، ضخم وضخام، وخدل وخدال، امرأة ممتلئة. نعم. كذلك يجمع يأتي فعال على ماذا؟ وفعل أيضا له فعال، فعل كجبل وجبال وجمل وجمال. وفعل أيضا له ما لم يكن في لامه اعتلال، نحو فتن لا يجمعها جمع، أو يكون مضعفا لا يجمعها طلل. كذلك أخل باشتراط الاسمية، لا بد أن يكون اسما، الوصف لا يجمع عليه. لا تقول في بطل بطال. أه؟ ومثل فعالي للتاء، من فعالي للتاء، فعل وفعل كرقبة ورقاب، ولا بد أن يكون اسما أيضا. وفعل مع فعل، فعل كقدح وقداح، وفعل كرمح ورماح. من فعل التاء وفعل مع فعل فاقبلي. نعم. نعم. وفي فعيل وصف فاعل ورد، سواء كان لمؤنث او مذكر. وفصيل نحو طويل وطوال، ووريف ووراف، ووريفة ووراف. ولا يكون بمعنى مفعول، لا يقال في قتيل قتال ولا في جريح، لو نكون فاعل وصف فاعل وبأصل. كذلك في انثى ايضا الطلب كطويل وطوال، طويلة وطوال، ووريفة وغراف. نعم. وشاع في وصف على فعلان او انثيه، فعلان انثياه، فعلى وهو الاكثر، وفعلان يطيد في الجميع. وشاع فعلان كغضبان وغضاب، وغضبة وغضاب، وعطشان وعطاش، وعطشا وعطاش. واضح؟ فنقوله وشاع في وصف على فعلان او انثيه انثياه، فعل بالقصر وفعلان بالتاء. ومثله فعلانة، تقول خمصان رجل خمصان ورجال خماص، وتقول خمصانة وخماص. ومثله خمصانة، ومثله فعلانة، واجزمه في نحو طويل وطويلة تنتفي. فعيل، فعيل بمعنى فاعل، واوي العين بمعنى جمع. تقول طويل وطوال، وصويب وصواب، وقويم وقوام. قالوا لم يسمع عنه إلا هذه الألفاظ الثلاثة، صويب وقويم وطويل.